بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. حريصون على التواصل معكم وإطلاعكم على آخر مستجدات الوضع الصحي في الدولة وأهم الإجراءات المتبعة، وحريصون في نفس الوقت على اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب الاجتماعات والتجمعات حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع، وتجاوباً مع الإرشادات الصحية وتعزيزاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، تقرر أن نعقد جلستنا لهذا اليوم إلكترونياً وبثها عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام. استقبلنا أسئلة الزملاء الإعلاميين وسنجيب عليها من خلال الإحاطة اليوم. أولاً، بالنسبة للوضع الصحي ومستجدات الحالات، تم الإعلان أمس عن حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهما لشخصين، واحد من الجنسية العربية قادماً من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاماً، وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاماً، يعاني من أمراض مزمنة مثل القلب والفشل الكلوي. كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة. نحن نعرب عن أسفنا وخالص تعازينا ومواساتنا لذوي المتوفين، كما نتمنى الشفاء لجميع الحالات الأخرى والمصابين. نود أن نعلن اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وتعود لجنسيات مختلفة، شملت 3 أشخاص من بريطانيا وباكستان، و4 أشخاص من بنغلاديش، وشخص من البرتغال وبولندا وأمريكا، حيث أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات تم الإعلان عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات كانت مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات الإجمالي التي تم تسجيلها في الدولة اليوم 153 حالة حتى الآن، كما تم اليوم شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة ودخولها المستشفى. الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت شخصين من الهند والإمارات وشخص من بريطانيا، من بريطانيا والفلبين وإيطاليا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 38. نحن نهيب بالجمهور الكريم أخذ المعلومات والأخبار من الجهات الحكومية ومن القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والإشاعات. ثانياً، بالنسبة للإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة، بلغ عدد المصابين في العالم بوباء كورونا المستجد منذ بدء انتشاره وحتى إعلان منظمة الصحة العالمية أمس 256 ألف حالة، وأكثر من 11 ألف وفاة موزعين في 163 بلد ومنطقة. هذه الأرقام المعلنة حول العالم تحملنا مسؤولية كبيرة لاتخاذ إجراءات أكثر حزم
وتشددا للحفاظ على سلامة المجتمع. حسب الدراسات الموجودة والمتوفرة، توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6%، وتزداد عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ومن الضروري جداً تكاتف الجهود على مختلف الأصعدة للوقاية والحفاظ على الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض من أجل صحتهم وأيضاً سلامتهم. يؤسفنا جداً ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من ظهور مقاطع لتردد بعض فئات من الجمهور في الدولة على مناطق سياحية مثل الشواطئ والحدائق وغيرها بلا مبالاة أو مسؤولية، ونشدد على أهمية المحافظة على تجنب هذه الأماكن والاختلاط. نشدد على مبدأ التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا. تهيب الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كيف يمكننا أن نحقق التباعد الاجتماعي؟ وردتنا أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. يجب على كل شخص أن يتعامل مع الآخرين وكأنه مصاب بالمرض، ومن خلال الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر، والبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة، بالإضافة إلى غيرها من الإجراءات الوقائية التي تم تعميمها. النتيجة الطبية والتي قد تكون سلبية لا تعني بالضرورة الخروج من المنزل وعدم ممارسة الإجراءات الوقائية، ولذلك يجب الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم واتباع الإجراءات الوقائية بغض النظر عن النتيجة الطبية. كافة الإجراءات التي تم الإعلان عنها تتم مراجعتها وتقييمها بشكل مستمر. كما أعلنت دولة الإمارات عن عدد من الإجراءات الاحترازية خلال 48 ساعة الماضية، وهي قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق. كما خصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قنوات التواصل والرد على كافة استفسارات حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضماناً لعودتهم إلى الدولة بأمن وسلامة. على جميع القادمين من خارج الدولة الالتزام بالحجر المنزلي وضرورة البقاء في منازلهم لحين التأكد من سلامتهم، واتباع الإجراءات الطبية المنصوح بها بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم. كما نثمن كافة المبادرات الاجتماعية سواء من الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات التي أعلنت دعمها المادي والمعنوي للقطاع الصحي في الدولة، وذلك من خلال توفير سيارات الإسعاف أو أماكن للحجر أو غيرها، بالإضافة إلى مبادرات لدعم القطاع الاقتصادي. ما لمسناه من حرص ودعم إنما يدل على وعي شعب دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين وحبهم للدولة والتزامهم بتوجيهات القيادة، فنحن مسؤولون عن سلامة وطننا الغالي. تعاونكم معنا ضرورة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي نحرص عليها لصحتكم وسلامتكم. نبدأ الآن الإجابة على الأسئلة التي وردتنا من الجهات الإعلامية. كما نود أن نشكر كافة الجهات الإعلامية على تفاعلهم معنا بالأسئلة والاستفسارات.
السؤال الأول من مصطفى خليفة من صحيفة البيان: إذا لم نشهد التزاماً مجتمعياً بالإجراءات الوقائية الحالية، هل يمكن أن نشهد قريباً إجراءات أقوى مثل فرض العزل المنزلي للجميع كإجراء احترازي أو فرض حظر التجول المؤقت؟ طبعاً نشكرك على هذا السؤال، ونود أن نلفت عنايتكم إلى بيان النائب العام. سعادة النائب العام أعلن وشدد على أنه ستكون هناك مساءلة قانونية للمخالفات المرتبطة بالحجر المنزلي، ولذلك فإنه من الضروري التقيد بكافة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، ونطلب من الجميع التعاون والالتزام. ننتقل للسؤال الثاني من السيد رضا البواردي من صحيفة الرؤية: هل هناك مخاطر يمكن أن تواجه بعض الناس من زيارة عيادات الأسنان في الوقت الحالي، لا سيما أن يكون التقارب ضرورياً بين الطبيب والمريض؟ وهل هناك نصائح في هذا الموضوع؟ طبعاً سؤال مهم جداً. في البداية ننصح بتأجيل عمليات الأسنان الغير طارئة أو الاختيارية، أو في الحالات التي يعاني الأشخاص من أعراض تنفسية مثل العطس أو السعال، كما تم توزيع الإرشادات الوقائية الإلزامية من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الأخرى على جميع المراكز الصحية في الدولة، وإلزامهم باتباعها مثل استخدام مواد الحماية الشخصية للأطباء. الزميل حسام بيرم من العين الإخبارية يسأل: هل توجد نية لتعطيل المواصلات وسيارات الأجرة في الدولة للحد من الاختلاط وانتشار الفيروس؟ نود أن نؤكد على الجمهور بضرورة تجنب الأماكن العامة ووسائل النقل العام في الوقت الحالي، واستخدامها في حالات الضرورة القصوى فقط. نؤكد على الجمهور ضرورة التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، لأنها ضرورية للوقاية ولسلامتكم، وتجنب الإصابة بالعدوى جراء التساهل في هذه الإجراءات الوقائية لا سمح الله. وردنا أيضاً سؤالان متشابهان من العين الإخبارية ومن تلفزيون الشارقة: هل اعتمدت وزارة الصحة الإماراتية أحد الأدوية المعلن عنها مؤخراً؟ من قبل مؤسسات بحثية وشركات دولية كدواء كورونا؟ طبعاً هناك لجنة طبية متخصصة لمراجعة الأدوية، كافة الدراسات البحثية العلمية التي تم إصدارها، ووضع آلية موحدة على مستوى الدولة لهذه الأدوية وطريقة إعطائها للمرضى. تضمنت الكثير من الأدوية التي أعلن عنها من خلال الشركات موجودة في دولة الإمارات، وتستخدم مثل أدوية الملاريا وأدوية الإيدز وغيرها، وبالتالي هناك لجنة طبية متخصصة لوضع هذه المعايير وتوحيد آلية إعطاء الأدوية للحالات المشتبهة والمؤكدة. وردنا سؤال أيضاً من صحيفة الإمارات اليوم: لماذا لم يتم إلزام القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بعد لبعض الوظائف المكتبية؟ طبعاً سؤال مهم جداً. بالفعل تم إصدار دليل إرشادي لجميع المؤسسات للوقاية من فيروس كورونا، بما فيها الإجراءات الواجب اتباعها للموظفين والمتعاملين. نحن بشكل عام في القطاع الصحي نشجع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل عن بعد، وخاصة الموظفين الذين لا يتطلب وجودهم في المكاتب. كما نوصي الجهات التي لديها مراجعين متعاملين من توفير خدمات ذكية لهم تغنيهم عن وجودهم في مراكز الخدمة، وبالتالي تقليل الازدحام في مراكز تقديم الخدمة.
سؤال آخر من صحيفة الخليج: أين يتم تطبيق الحجر الصحي على حالات المخالطين بفيروس كورونا التي أعلنت وزارة الصحة لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس؟ طبعاً التوجه العالمي في الممارسات الفضلى للحجر المنزلي هو الأساس بالنسبة لجميع فئات المجتمع وخصوصاً القادمين من الخارج، وبالتالي تم وضع معايير متكاملة لآلية تطبيق الحجر المنزلي. من المهم أيضاً التنبيه أن هناك مساءلات ومخالفات قد يتم إعلانها في حال عدم التزام الجمهور بهذه الإجراءات للحجر والعزل. سؤال آخر من الإمارات اليوم: ما هو مصير مدينة الإمارات الإنسانية عقب خروج رعاياها من الدول الشقيقة والصديقة؟ وهل ستستخدم كمكان للحجر في المستقبل؟ طبعاً لقد تم وإعداد مدينة الإمارات الإنسانية كمؤسسة أو مكان نموذجي لأنظمة الحجر الصحي، حيث أنها مجهزة بصورة كاملة من كافة الإعدادات اللازمة للحجر الصحي، وبالتالي يمكن استخدامها متى دعت الحاجة لذلك. سؤال آخر من صحيفة الإمارات اليوم: ما هي آلية مراقبة التزام القادمين إلى الدولة للبقاء داخل الحجر المنزلي في مقر إقامتهم 14 يوم؟ ولماذا لا يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في معرفة أماكنهم وتحركاتهم، كما يحدث على سبيل المثال مع بعض المفرج عنهم من خلال نظام المراقبة الإلكترونية؟ نود أن نطمئن الجمهور بأن السلطات المختصة بالتعاون مع الجهات الصحية تعمل على وضع آلية متكاملة تشمل استخدام كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على الحجر المنزلي ووفق معايير طبية معتمدة. ومن المهم أيضاً التذكير ببيان سعادة النائب العام الذي شدد على أن هناك مساءلة قانونية للمخالفات المرتبطة بالحجر المنزلي، ولذلك فإنه من الضروري التقيد بكافة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، ونطلب من الجميع التعاون والالتزام بها. آخر سؤال من صحيفة The National: هل هناك خطط مستقبلية لإغلاق مراكز التسوق والمطاعم؟ نشكركم على هذا السؤال، والإجابة نؤكد للجمهور ضرورة تجنب مراكز التسوق والمطاعم في الوقت الحالي وزيارتها فقط في حالات الضرورة، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك لسلامتهم وتجنباً للإصابة بالعدوى جراء التساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية. في النهاية أشكر لكم متابعتكم لهذه الإحاطة، وأدعوكم للتفاعل مع حملة خليك بالبيت والتي تهدف إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس. نلقاكم في الإحاطة القادمة، وشكراً.